السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بيكم. أنا عمرو وبرك، رجعت لكم من جديد جوه الصيدلية. موسم جديد، الموسم الخامس. عملنا مع بعض أربع مواسم ناجحين جدا، بدأناهم من سنة 2017، بنكمل معاكم السنة دي سنة 2022. هنعمل السنة دي حاجة مختلفة جدا، هنحاول نروح للحاجات القريبة منكم. قعدت راجع كتير جدا الأسئلة بتاعتكم والكومنتات والنصائح اللي انتم بعتها لي، شكرا جزيلا جدا، شكرا جزيلا على 300 ألف متابع، شكرا ليكم كلكم. كل ده بيدينا دعم مختلف ان احنا نكمل ونكبر ونقعد نشتغل على حاجات ان هي تكون احسن. موضوعاتنا السنة دي هتكون مختلفة، ما بين الأمراض، ما بين العناية بالبشرة، العناية بالشعر، ما بين العناية بالجسم. هنتكلم اكتر عن الفيتامينات اللي انتم بتحبوها، اللي بعتوا لي كتير عايزين تعرفوا اكتر عن الفيتامينات اللي انتم عايزين تستخدموها في الشعر، في الاظافر، في الرجلين، في الجلد، في الجسم. كل الحاجات دي هنغطيها، وكمان هيبقى عندنا ان شاء الله حاجات مختلفه كتير هنبدا نعملها بشكل اسبوعي، ونبدا نعمل لايف ونبدا ننزل معاكم في السوشيال ميديا بشكل كويس. اخرت عليكم 3 شهور، لكن علشان كنا بنحضر لموسم قوي جدا جدا يستاهل كل متابعين امباور مايند، يستاهل متابعين من جوه الصيدليه. شرفوني وكملوا معايا حلقه جديده كل اسبوع، كل يوم خميس على قناة Empower Mind ومن جوه الصيدلية. أشوفكم على خير، سلام.